السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو سوف أعرض لكم المحفوظات من كتاب التربية الإسلامية للصف الثامن الفصل الدراسي الأول. بسبب طلب الكثير من أولياء الأمور لاستغلال أولادهم أوقات الإجازة، فالحفظ من السور هي سورة التحريم وأيضا سورة الطلاق، وكذلك الأحاديث المحفوظة. الحديث الأول: أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. والحديث الثاني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تفكروا في الخلق ولا تتفكروا في الخالق. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك الحديث الثالث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فقد بهته. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربا من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشكرا لكم على حسن الاستماع، وأتمنى من الجميع أن ينشر هذا الفيديو لطلاب الصف الثامن لتعم الفائدة ويستغلوا أوقات الإجازة، وأتمنى الاشتراك في القناة، وشكرا لكم.